من ضمن الأسئلة، إيه الفرق ما بين المساعد الإداري والسكرتير التنفيذي؟ الحقيقة إنه هناك بعض الفروقات بتكون موجودة في بعض البلدان، بيبقى إنه المساعد الإداري على سبيل المثال بيبقى ماسك أمور إدارية بحتة. فأنا كشخص مثلا شغال في الإدارة، المساعد الإداري بيجي بيديني مجموعة من الحاجات وأنا بديله مجموعة من الحاجات بحيث إنه يشتغل عليها وبيساعدني أنا في الإدارة. في بعض الشركات بيبقى المساعد الإداري ده بيتولى مجموعة من الأمور السلطات الإدارية بشكل عام، فيمسك أجزاء في الأدمنستريشن أو العمليات أو الأوبريشنز بدون حاجة محددة. أما السكرتير التنفيذي ده حاجة من التوب مانجمنت، من الإدارة العليا، فبقى أنا المدير مثلا العام للشركة، أنت أو أي شخص مثلا السكرتير بتاعي، فبقول له أنت سكرتير تنفيذي، لو أنا مش موجود هو بيحل محلي. فالفرق هنا ان السكرتير التنفيذي دي سلطه القرارات، سلطته اعلى عاده، بيبقى في المانجيريال او في مستوى اعلى في مستوى الاداره، وعاده بياخذ القرارات لانه بينفذ في حاله عدم وجود السي او او الشخص المخول ليه هذا الموضوع. فهذا هي الفروقات بشكل سريع جدا، ولكن مره تانية بيختلف عن ده وده في اكتر من منظمه او مكان. فنصيحتي تركز على الوظيفة اللي حضرتك مقدم عليها، وعلى هذا الأساس ضع ده في الاعتبار، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير بإذن الله.